انا عندي المعيون والمحسول بيبقى اشد من المسحور. المسحوره ديك واحد اتنين تلاته هتعمل، فالدنيا ايه بتاهل جسدك لعدم قبول السحر او سكن الجن، فبيطلع بالدعاء. وبرده لكن خليني اكلمكم على حاجتين. اول حاجه الناس اللي بتسال لو انا عارفه ان فلان حسدني، هي ميه الوضوء اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان دي سنه منسيه والنبي عليه الصلاه والسلام امر بيها الصحابي اللي وقع بسبب كلمه صحابي تاني وقع في قلب الارض وبعدين عي، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال مين اللي قال؟ قالوا له فلان، قال له توضا لاخيك هلا بركت، يبقى اللهم بارك، اللهم زيد وبارك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تقولها إذا دخلت جنتك نعمة ليك أنت، تخش تقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حاجة عند غيرك برك عليها، يعني قول اللهم زيد وبارك، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو أنت عارفة إنه فلانة دي الكلمة اللي قالتها لك دي اتأذيتي بعديها، أو لما قالت لك الحاجة دي أو لما دخلت عنك اتحسدتي بعديها وتعينتي بعديها، قولها هاتي لي مية وضوء. والناس ما تزعلش يا جماعة، فاللي انت شكيتي فيها ان هي حسدت او كذا تتوضا وتجيبي ميه الوضوء. ده مفيش داعي طبعا لموضوع ان هي تستنشق وتبالغ في الاستنشاق والاستنصار، لكن تاخدي الميه بتاعتها وتغتسل بيها المعيون او المحسود لو انت تاكدتي ان فلانه ديت هي اللي عامله. والناس ما تزعلش، يعني انا عايزه البنات والزوجات لما تيجي واحده تقول لك هاتي لي ميه، ما تزعليش طالما انت سليمه، ما تزعليش، انت زعلانه ليه ما تعطيها؟ يعني هو المستهدف انك تشوفيها عينه ستة تعطيها، هي تظنك انك انت خلاص. لا الله، هي المشكله في العين او الحسد انها ما بتجيش في الحاجه اللي اتقالت. يعني يا سلام، اه شوفي فستان، ما بتجيش في الفستان، ممكن تيجي في رجليها وهي ماشيه، ممكن تيجي تخبط. فشعاع الحاسد انت ما انتش عارفه هو رايح فين. طيب المفروض ان انا احصن نفسي بايه؟ او ان انا خلاص اصابني الهم والغم والحسد والعين واصابه الامراض واصابها كذا، يبقى اول حاجه ان تاخدي ميه الوضوء بتاعت اللي انت شكيتي فيها دي، قولها توضي له، تجيبي ميه وضوءها تغتسلي بيها يشفى باذن الله. وبعدين الادعيه، وبعدين التحصينات اللي احنا بنقول عليها، بسم الله ربنا بريقت بعدنا بتربط ارضنا، وتشاوري على الحاجه اللي وجعك يشفى مريضنا باذن الله. تاني، بسم الله ربنا بريقت بعدنا بالسبابه بتربط ارضنا، وعلى الحاجه اللي بتوجعك او راسك او اي حاجه البشور اي حاجه يشفى مريضنا باذن الله. والادعيه، بسم الله ارقيك من كل شان يزيك من شر كل عين حاس، الله يشفيك، بسم الله ارقيك. او نحن نقول اعوذ بعزك لو كرم شر ما اجد احال ثلاثا، او نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبعا. كل الحاجات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام، الفاتحه سبع مرات نسترقي بيها، اول البقره اول خمس ايات من سوره البقره، ايه الكرسي، ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اواخر سوره البقره اواخر ايتين، كل هو الله احد ثلاثا، كل اعوذ برب الفلق ثلاثا، كل اعوذ برب الناس ثلاثا. وبعد كده ايات الرقيه كلها، لا عايز يقول الصفات اول عشر ايات من الصفات تمام، وهذه برضو من الوصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنهيئ الجسد، يبقى الاذكار، الوضوء، سوره البقره لا يستطيعها البطل اللي هم السحره، والتلبينه. يا جماعه احنا ليه ناسين التلبينه؟ ما تيجي نحيي سنه التلبينه. التلبينه شراب النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه هو مجمه للقلب، مجمه للقلب يعني علاج لحزن القلب. اللي عنده ميت كانوا يعملوا له التلبينه، إيه اصنعوا الآل جعفر وسأقوم التلبينه، ليه؟ مجمه للقلب، بترم القلب. فلما النبي يقول كده انا صدقه عليه الصلاه والسلام، انا صدقه على طول واروح اجيب التلبينه واشربها، لا نفسك لا تحزن ولا الكلام، مع اذكار الصباح والمساء عشان دي حزن، الصلاه على وقتها دي حزن، مي الوضوء دايما متوضيه ديت حزن، يبقى شوفي حزن القران والصلاه والاذكار والتلبينه وهكذا. كمان من ضمن الحاجات رقم اربعه القسط الهندي. القسط الهندي ليه ما بنعملوش؟ القسط الهندي علاج لكل داء الا السم اللي هو الموت والهرم وانك تكبري في السن. ما احنا قلنا امبارح حاجات لعدم كبار السن، وتفضلي شباب دايما بذكر ربنا وبقراءه القران وبصلاه القيام والصلاه على رسول الله السلام وزيت الزيتون طبعا. اللي معلش اللي ما بياخدش الكلام ده بروح طيبه، بس انا برد اهو على تعليقاتكم، اللي ما بياخدش الكلام ده بروح طيبه شكرا، مالناش دعوه بيه خلاص، هو كده والنبي عليه الصلاه قال كده. يا جماعه يا جماعه والله انت ممكن على فكره اللي قدامك ما تبقاش واخده بالها ان هي بتحسدك، ما تبقاش واخده بالها من الكلام ده، وما تبقاش واخده بالها ان الكلمه ديت فيها كذا، فقولي لها لا براكي وهاتي لي ميه الوضوء. ما لو ما استطعتيش تاخدي منها ميه الوضوء عليكي بالحاجات التانيه، بس هو النبي عليه الصلاه والسلام قال العلاج في ده، يعني تبرئه المعيون من عين الحاسد بميه وضوءه. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، نبرك
على الحاجه، اللهم بارك، اللهم زد وبارك، اللهم زدك وبارك يا رب عليكم يا رب. ورقم اتنين انك انت تاخدي منها ميه الوضوء وتعملي بقى الحاجات دي، سوره البقره، اذكار الصباح والمساء، الوضوء، ايات الشفاء كلها اللي احنا قلنا عليها، الفاتحه، اوائل البقره، واتبع ما تطلو الشياطين على ملك سليمان، ايه الكرسي، اواخر البقره، كل واحد ثلاث، كل اسباب الفلق ثلاث، كل اسباب الناس ثلاثه، او العشرات من الصفات. قولي الكلام ده، وبعدين اللي هي بقى الادعيه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم.